تحدي اليوم مزدوج، وجيناكي يا تهامة بدل الوحدة تنتين، لأنه ماما ما بتقبل الخسارة بسهولة. وهيك وسطنا نكون، ولو نحن بنات ميرفا قوية بأدوارها وبالحقيقة كمان هيك، بس طريق المسامحة دائما صالك عندها، ومن أول خطوة فرفوشة ومن ضحك طب تعرفوه. حبيبتي تهامة ما لنا بأكل فاست فود، شمري كمامك وكم تو كيتشن.